مذكرة تفاهم لتمويل استثمارات بقيمة مليار دولار. خلالها يوفر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ضمانات للمستثمرين الأمريكيين في قطاعات مهمة. الخرطوم تأمل أن تفتح هذه الضمانات المزيد من فرص التعاون بين البلدين. اليوم مبلغ البليون دولار ده هو أكبر مبلغ هم يقدموه لدولة يعني واحدة في المجتمع العربي والإسلامي والأفريقي. نحن فخورين إنه نحن نكون الناس اللي استلمنا المبلغ دي، وإن شاء الله حنوظفه لمجهود جامد جدا جدا في قطاعات الطاقة، في قطاعات الكهرباء، في قطاعات البنى التحتية، في قطاعات الزراعة. وتنظر أمريكا إلى سوق جديدة بالمقابل، رؤية تتصل بالمصالح الاقتصادية المشتركة وإيجاد مزيد من الوظائف وتسويق المنتجات الأمريكية في السودان. نود أن نرى البضائع الأمريكية هنا في السودان للمساعدة في دعم الفترة الانتقالية. حددت لنا الحكومة السودانية قطاعات بعينها للعمل عليها، وتشمل الزراعة والصحة والاتصالات ومعالجة المياه والصرف الصحي. ويرى متابعون أن خطوة الولايات المتحدة توجد مناخاً من الثقة، خاصة بعد رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وتوالي زيارات مسؤولي القطاع الاقتصادي بعد ذلك. أمريكا حريصة على فتح أبوابها كاملة بالنسبة للسودان فيما يتعلق بصادراتها الزراعية والصادرات الأخرى التي تتعلق بالمواطن مباشرة. يعول السودان على أراض شاسعة تصلح للزراعة، ولكن تفتقر للتمويل والتقنية الزراعية المتقدمة. لن تتبدل الأوضاع الاقتصادية بين ليلة وضحاها، وإن كان هذا ما يحلم به الشارع السوداني بعد رفع العقوبات الأمريكية. وبحسب مراقبين فإن الحراك الاقتصادي والانفتاح على العالم سيضعان الحصان أمام العربة للخروج بالبلاد من المأزق الاقتصادي. شيبة الحمد عبد الرحمن، تلفزيون العربي،